بعض السلف يقول كابت قيام الليل 20 سنة، يقول تعبت 20 سنة، مرة أقوم مرة لا أقوم، مرة أنام مرة أستيقظ، يقول تعبت كابته 20 سنة ومن ثم تلذذت به 20 سنة. بعض الناس يظن أن قيام الليل شاق وعنت وكلف كأنه مثل الجبل، والله لو أن الإنسان درب نفسه شيئا فشيئا لتلذذ به ولسر به ولولد خيرا في صحته في نفسه في عافيته، يجد البركة يجد الخير. لما؟ لأن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل. كم نشكو يا أخوان من الهموم ومن الضوق ومن الأحزان والآلام والمتاع في هذه الدنيا، مع أن المدينة اتسعت لدينا، إلا أن البلايا يحنك بالناس وليس سعداء حقيقة، ليس سعداء. إذن لماذا لا نجي إلى الله عز وجل؟ ما الفرق بينه وبين الصحابة رضي الله عنهم؟ من أسعد الناس، من أعظم الناس سعادة وراحة وطمأنينة. فلنقرب من الله عز وجل في الثلث الأخير، وعد الله عز وجل: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى ينشق الفجر. يعني أنا أقل الأحوال لو أن الإنسان قبل صلاة الفجر بعشر دقائق، قبل الأذان بعشر دقائق أو ربع ساعة قام فتوضأ وصلى لله عز وجل ركعتين ثلاث ركعة واحدة، يكون بذلك أدرك آخر الليل. وصلاة الليل كما جاء عند مسلم مشهودة تشهدها الملائكة وهي أفضل من أول الليل. يدرك ماذا؟ يدرك الثلث الأخير الذي ينزل الله عز وجل فيه إلى السماء الدنيا. فلعل نفحة من نفحات الله عز وجل تصيبه فيسعد سعادة طيبة. الأمر الثالث أنه إذا قام قام نشط وذهب إلى المسجد لصلاة الفجر في أول الوقت. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لو يعلم الناس ما في التهجير تستبقوا إليه. التهجير يعني التبكير إلى الصلاة، فكيف إذا كانت هذه الصلاة هي صلاة الفجر؟